غنى بأسمى سماء، فمه ضوءه ويداه، صوته وصداه. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد، يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن نفسي أشد قيودي. اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى، معنى بلوغ مقامها المحمود. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود، شرف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود، وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد، يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن نفسي أشد قيود. اقرأ لتفهم أمتي معنى الهدى، معنى بلوغ مقامها المحمود. قل للذين تنكبوا درب الهدى جهرا ولم يتمسكوا بعهودي، هذا هو القرآن دستور الهدى فيه الصلاح لطارف وسديد.